لاموس تاع الكرافس. من لاموس تاع الكرافس هنايا كذلك باش نقدروا لاموس تاعنا الكرافس تاعنا مغلي هذا هذا فورتو. فورتو هي شوف من الاحسن الخضر تفور خير. ايه هي على باش ما تبردش القيمه الغذائيه ديالها. إيه؟ واش نديروا عندنا كميه تاع الكرافس لهنايا انا خيرت كميه تاع الطون. قاصح قاصح. نعم هو علاه دوك انا واش حندير له؟ حندير له كميه تاع الطون هذاك. إيه؟ الطون هو اللي يغطي. خاطر لطفي باش ما نكرهوش خاطر كل يوم نشربوا هذاك الكرافس ولا تولي ما تقدرش. كاين اللي يقدر ياكلوه هكذا كيغزغزوه هو خضر. لا كاين وكاين بعد كي تولي افورس افورس ما تقدرش ما تقدرلوش. انا حاجه اللي نكثروا منها بزاف بعد ولي ما نقدرش ناكلوها. صافي علاش انا درت بزاف وصفات كل واحد كل خطره كيفاش. حنا في الشربه وفي اللوبيا يديروا برك ورقه صغيره هكذا تطلق ريحه في العدس. كميه قليله يمد صح منا. العدس اللوبيا ديروا لها الكرافس انت دير لها كرافس ورقه كرافس. تقدر تقدر هنايا مساله الذوق لهنايا هي سيف العدس اللي يمشي بزاف. قلنا لهنا عندنا لاموس عندنا كميه تاع الكرافس اللي كنا فورناها من الاحسن فوروها ما نغليوهاش ما مولا غليناها نحتفظوا بهذاك الماء تاعها نخلوه يبرد ونشربوه كديتوكس عاد. اوكي. باش ما نرموش هذاك الماء تاعها خاطر فيه بزاف فوائد. ناخذوا انا اشوار نديروا له كميه تاع الطون اللي حب يخلي لاموس تاعو صحيه يدير طون تاع ناتشر طبيعي بالماء. نعم. بالماء ونديروا له هنايا يا نزيدوا له كذلك جبن ابيض لهنا باش يكون عندنا كالكشيوات تاع الفيتامين كما نقولوا نعدلوا شويه في الادواق تاع الفيتامين تاعنا. عصره القارص شويه تاع زيت الزيتون كميه قليله تاع الملح ونرحيو لاموس تاعنا عادي وبالصحه ولهنا بالصحه ولهنا.